سلطة خس آيسبرغ مع تتبيلة البلو تشيز، كيسين خس آيسبرغ من أشتال، نصف كوب بندورة مجففة منقوعة بالزيت، ربع كوب جبنة بلو تشيز، ربع كوب مايونيز، حبة ثوم، ملعقة زعتر مجفف، ملح وفلفل. وين رايح في الصحن هذا يا شيف؟ نقدمه. بدنا ناخذ جبنة البلو تشيز. وأنا عاشق للأجبان يا شيف. زي أنت. صرنا ثلاثة. الشيف ديما. صرنا ثلاثة بقول لك. هي عندنا هون بلو تشيز. نضيفها يا سمير حبيبي. انا كل انواع الاجبان يا شيف، ولا عندي نوع محظور، كله قرط، كل ولا عندي نوع محظور، ولا نوع نهائيا، وكل انا في حتى الجبن القديم المصريه هاي اللي معاك ذاك، هاي بموت عليها ذاك يا سمير. نضيف المايونيز، بنجيب ماكينه سونا هاند ميكسر وبنعمها شويه هالصوص مع بعض. يا اخي منتجات سونا كلها ناعمه وهيك وقويه. طيب بس بنحب نذكركم بالهدية الفخمة اللي عندنا اليوم وكل يوم، بس اليوم تحديدا طبعا من الدادة اللي هو الليبر أيوة. الفريزر الرائع هذا اللي موجود هنا وراي، هيو الليبر يا عيني، فريزر ولا أروع صراحة، وهيفي ديوتي. احنا كمان في عنا الثلاجة اللي احنا بنستخدمها في مطبخ رؤية ايضا من الدادة جروب، وهي كمان ماركة ليبر. هاي دريسنج صار جاهز عندي هون، بجيب خس آيسبرغ من أشتال، يلا بضيفه على هالدريسنج المرتب